تحفظ ذهنك في حق المسيح. فاحرص، فاحرص على ذهنك من الفلسفات الباطلة وأفكار أناس يعيشون في الظلمة، والظلمة تسود عليهم وعلى أفكارهم. تمسك بفكر المسيح الذي وحده كشف لنا الحياة والخلود ونقى أفكارنا من الشر والفساد. الأمر الثالث، أي اتفاق للمسيح مع بليعال. بمعنى آخر، من يحكم حياتك، المسيح أم بليعال؟ وكلمة بليعال تعني الشرير. هل المسيح هو السيد الأوحد؟ لا تخلط بين الاثنين. والأمر الرابع، أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن؟ وهذا يطال ارتباطات الزواج أو العمل. هل أنت على وشك ارتباط من هذا النوع؟ يجب أن تعرف خطورة هذا القرار. الكتاب يحذر من ارتباط كهذا بين مؤمن وغير مؤمن. وأخيرا، أي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. هذه تطال عبادتنا التي يجب أن تكون نقية ومرضية أمام الله. ومع هذا المقطع المبارك من رسالة كولونثوس، إلا مثل أو مثال بسيط أمام عيوننا عن غنى كلمة الله. وكما قال أحد رجال الله، لكل سؤال يوجد جواب في كلمة الله. وأذكرك بقول الرسول بولس بموجب رسالة تيموثاوس عن الكتاب المقدس، هذا الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب، عفوا للتأديب، الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. دعونا أحبائي نصغي إلى هذه الترنيمة وبعدها نواصل الموضوع.
عزيزي، بعد أن تأملنا بأهمية كلمة الرب للإرشاد ومن خلالها نطيع الرب فتستقيم قراراتنا، أود أن ألفت نظرك إلى أهم قرار يواجه الإنسان في هذه الحياة، وهو المصير الأبدي. قد تقول أن مصير الأبدي يقرر الله والقرار ليس بيدي. عزيزي، لا شك أن الله يصنع ما يشاء، ولكن يقول أنه يشاء أن الجميع يخلصون، أي أنت أيها المشاهد العزيز يريدك الرب أن تخلص. يشاء الرب أن يخلصك من العذاب الأبدي والجحيم وإلى معرفته أن تقبل، وهو يشاء أنك أن شخصيا تخلص وتكون لك الحياة الأبدية، الحياة الأبدية أن تكون من نصيبك. وقد تمم الرب هذا الموضوع، موضوع خلاصك في الصليب، خطاياك الفاصلة بينك وبين الله حملها الرب يسوع عنك بترتيب إلهي، بترتيب عجيب، ودفع ثمنها بدمه على الصليب، ولكن القرار متروك لك أنت. هل تتبع المسيح؟ نعم، إنه يساعدك وسيرشدك في هذا القرار لتتخذه، هذا القرار الحاسم يساعدك الرب عليه. ويقول بصريح العبارة، من آمن بالابن أي بالرب يسوع المسيح له حياة أبدية، ومن لم يؤمن قد دين. ألا تتخذ هذا الموقف تجاه الرب وتتبعه من كل القلب؟ عزيزي، ابني حياتك على الصخر الرب يسوع المسيح ولتكن ثابت. هو المقام، هو الحي إلى أبد الآبدين، والذي يستطيع أن يضمن لك الحياة الأبدية. ربما لديك أشواق كثيرة لكن لست تعلم ماذا تفعل الآن. تعال إليه بتوبة صادقة، راغبا من القلب أن تتبعه بطاعة كاملة، وصلي إليه طالبا غفرانه والحياة الأبدية. وهو يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. عزيزي، إن كنت تود الحصول على نسختك المجانية للعهد الجديد أو لديك أي سؤال حول ما سمعت، لا تتأخر عن أن ترفع السماعة وتتصل بنا على رقم هاتفنا في سيدني، وهو 978-60-5011، وأيضا الرقم 978-60-5011. هذا الرقم والعنوان ومواعيد البرامج سيظهرون على الشاشة في نهاية هذه الحلقة. وفي الختام أستودعكم لرعاية القدير، تاركا معكم هذه الآية من كلمة الرب: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. الرب معكم.